السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. اذا اخيرا ظهرت قائمه المنتخب الوطني اللي اعدها الناخب الوطني جمال بالماضي ضد اوغندا وتنزانيا، القائمه اللي شهدت بعض الوجوه الجديده لاول مره لاعبين يتم استدعائهم لمنتخب الوطني الجزائري، قائمه ايضا شهدت غياب اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز. إذا في حراسة المرمى مثل ما هو معتاد مبولحي وزغبة، أيضا حارس جديد حارس نادي أونجي مانديريا حارس أونجي الفرنسي، هذا وجه جديد. أيضا في خط الدفاع طبيعة الحال بدران اللي أصيب لاعب نادي الترجي التونسي، عيسى ماندي، زدادكا اللي كثر عليه الكلام ظهير أيمن أو مدافع أيمن نادي كليرمون فوت، لاعب بن عيادة لاعب نادي النجم الساحلي، وأحمد طوبة طبيعة الحال لاعب اللي يتألق وسجل هدف ضد الكاميرون، طوغاي لاعب الشاب لاعب ترجي تونسي مدافع نادي ترجي تونسي، وربي بن سبعيني، وحماش مدافع الأيسر أو الظهير الأيسر اللي يلعب في الدوري البرتغالي في نادي بوافيشتا البرتغالي. في وسط الميدان ما كانش تغييرات يعني أو وجوه جديدة، يعني ما عدا اللاعب قادري وسط الميدان عودة آدم زرقان ورامز الزروقي، أيضا لاعب هشام بوداوي العودة تاعه، أيضا اسماعيل بن ناصر وبن دبكة لاعب الفتح السعودي، وأيضا الوجه اللي نقوله اللي جديد في المنتخب الوطني اللي كان يلعب في نادي بارادو واحترف في كورتري البلجيكي قادري. في الهجوم فيه بعض التغييرات، استبعاد كما قلت رياض محرز، واستبعاد ايضا سعيد بن رحمه اللي معروف بسبب الاصابه في المده الاخيره، يوسف بلايلي، اسلام سليماني، عوده عموره بعد كاس افريقيا، مازلناش شفنا عموره اللي ما لعبش كاس افريقيا، ايضا ادم والناس، رشيد غزال لاعب بشكطاش، ايضا عمراني هذا اللاعب اللي يلعب في الدوري الروماني، ايضا بلال ابراهيمي لاعب نيس الفرنسي. اذا بلال ابراهيمي عمراني نقدر نقولوا هذوما وجوه جديده لاستدعاءه من الناخب الوطني جمال بالماضي، لاعب نادي نيس بلال ابراهيمي، ولاعب اخر عمراني لاعب كلوج الروماني، بلا ما ننسى بطبيعه الحال كما قلت اسلام سليماني لاعب اللي يتمتع بالخبره واللي كان يلعب في سبورتينغ لشبونه، ايضا لاعب مهاجم اخر بن عياد لاعب نادي وفاق سطيف، ايضا وجه جديد من البطوله الجزائريه. اذا كانت هذه معطيات التشكيله اللي راح يعتمد عليها الناخب الوطني في المقابله نتاع اوغندا في ملعب 5 جويليا، والمقابله الاخرى ضد تنزانيا في دار السلام. اذا غياب محرز كما قلت الناخب الوطني راح يجو. الشيء الاخر باش نضيف هذه باش ما ننساهاش، انه محمد صلاح لاعب المصري مستدعى في قائمة المدرب المصري إيهاب جلال، القائمة طويلة، لكن محمد صلاح موجود. محمد صلاح راه يلعب مع ماني نهائي دوري أبطال أوروبا، نعاود محمد صلاح اللي راح يلعب نهائي دوري أبطال أوروبا تشامبيونز ليج موجود أيضا في قائمة نتاع المنتخب المصري، وهذا إن دل فهو يدل أنه قضية تعب رياض محرز ولا رفضه لعب مع المنتخب الوطني بسبب التعب فرضية لا أساس لها من الصحة. الأسباب الأخرى راح يجاوب عليها الناخب الوطني جمال بالماضي بالتفصيل، وإن شاء الله الصحافة هي اللي تبادر بالسؤال الناخب الوطني حول غياب اللاعب رياض محرز، لأن صراحة غياب أنا مانيش فاهم أنا علاش الغياب هذا، ومن حق الجمهور الجزائري من حقه يعرف الأسباب غياب رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، من حق الشعب يعرف، لأن ساديو ماني موجود في قائمة السنغال، وساديو ماني راح يلعب النهائي شامبيونز ليغ دوري أبطال أوروبا، ولعب مقابلات مضاعفة 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 أضعاف، ولعب أضعاف 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 ما لعب رياض محرز. نفس الشيء لمحمد صلاح موجود في القائمة تاع المنتخب المصري وراح يلعب الشامبيونز ليغ نهائي دوري أبطال أوروبا، ولعب أيضا مقابلات، لعب أيضا أضعاف أضعاف ملعب رياض محرز. محمد صلاح أو ساديو ماني
لعبوا ايضا كاس افريقيا ووصلوا الى غايه مقابله نهائيه واللي فاز بها السنغال. ايضا لعبوا مقابله الفاصله ومقابله السد نتاع المؤهله لكاس العالم. لعبوا الدوري الانجليزي، لعبوا الشامبيونز ليغ ابطال اوروبا، لعبوا الكاس الرابطه، كاس الاتحاد الانجليزي، يعني لعبوا كاس افريقيا النهائي مقابله الفاصله، يعني لعبوا كميه كبيره من المقابلات، عدد كبير من المقابلات، لكن موجودين سواء صلاح او ماني في القائمه تاع منتخبات بلادها. صلاح موجود في قائمه منتخب مصر وماني موجود في قائمه تاع منتخب السنغال. كما قلت الناخب الوطني راح يجاوب على العديد من الامور، وخاصه قضيه رياض محرز اللي صراحه سات الحبر ودارت ضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي. الشيء الاخر، لاعبين هذا مجدد، ما نقدرش انا نقول لاعبين ملاح مستوى عالي ولا لا، الجمهور راح يشوفه بعينه ويحكم على هذا من اللاعبين يقدروا يقدموا الاضافه ولا ما يقدروش يقدموا الاضافه. نصبروا عليهم ونشوفوا هذا من اللاعبين. بوجمعة اللي قالوا باللي رسميا في القائمه، بوجمعة غير موجود، ربما يكون في القائمه الموسعه، لاعب اللي يلعب في الدوري التركي، سواء هذا من اللاعبين اللي جاوا بلال ابراهيمي ولا حماش ولا زدادكا، ان شاء الله يعطيهم الناخب الوطني فرصه ويلعبوا ويبينوا ويثبتوا ان شاء الله باللي قادرين يقدموا الاضافه للمنتخب الوطني، وان شاء الله يكونوا اساسيين. انا نتمنى لو جيت انا جمال بالماضي مقابله اوغندا، منتخب اوغندا منتخب ضعيف، هذه الفرصه باش نشوفوا هذ من اللاعبين ونعرفوا الامكانيات تاعهم، سواء مقابله اوغندا او مقابله تنزانيا، هذه الفرصه المناسبه باش نشوفوا هذ من اللاعبين والمستوى نتاعهم وقادرين يقدموا الاضافه للمنتخب الوطني ولا لا. اذا كان هذا فيديو على القائمه اللي خرجت منذ لحظات، قائمه تاع الناخب الوطني جمال بالماضي. اذا في الاخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Viens, viens. Viens, viens. Mais tu vas faire quoi avec? Non, il est trop toi. Tu es croyant, toi, tu crois en Dieu? Oui, oui. Toi, la magie. Hein? La magie, c'est bon. La magie? Oui, je suis croyant. Ah, croyant en Dieu et pas la magie. Ah, mais non, croyant en Dieu. Ok. Merci, merci. واش ابو خشبه؟ وعلي الماتش راح يعاودوه ولا لا؟ ايه الماتش راح يتعاود؟ والله يا مفروض علمي علمك، اصبر نسقسي شعنبر ونقول لك يتعاود الماتش ولا لا؟ شعنبر الماتش راح يتعاود ولا لا؟ والله ما نعرف مفروض شعنبر قال لك ما يتعاودش.